طيب برضو احنا لسه في الحمام، والمرة دي الشاور بقى احنا واقفين الشاور في ظهرنا، ده فيو واضح للمراية واللمبة اللي فوقيها، والحوض برضو الحوض واسع تقدر يتحط عليه ايه الأماكن بتاعة الهاند ووش واليوتيليتيز برضو اللي ايه محتاجينها، وفي باسكت تحت الحوض على طول، ده باسكت للايه للزبالة. طيب أول ما هنطلع من الحمام في على ايدنا اليمين على طول باب الغرفة نفسها، لما نخش الغرفة هنخش هنلاقي على ايدنا اليمين بقى في سريرين، وده الفيو الأولاني، في سريرين واحد فيهم يسع لفرد واحد اللي هو جوه، وواحد فيهم يسع لفردين، وممكن لو انضم على بعض يعني ممكن يشيل أربعة مفيش مشكلة. فده فيو واضح كمان ايه المكوى وترابيزة المكوى معاه، ده في الفيو الأولاني لغرفة النوم الماستر اللي هي في آخر الطرقة.